لقاء مع فخامة الرئيس السيسي، الفكرة الأساسية هي الرسالة التي ينبغي، الرسالة المسؤولة التي ينبغي أن يتحملها وينشرها الإعلام في العالم العربي بأكمله من عمان إلى المغرب، في هذه البقعة الكبيرة الواسعة المتنوعة ومع ذلك المتحدة في هويتها. الرسالة التي ينبغي أن نحملها كإعلاميين هي رسالة البناء، هي رسالة المعرفة الحقيقية، هي رسالة الوعي الحقيقي. علينا أن لا ننزلق إلى وعي زائف، وعلينا أن لا ننزلق إلى وعي لا يقود إلى البناء. هذا هو الرسالة التي كان فخامة الرئيس يعني بعمق رؤية وبحكمة شديدة وبخبرة شديدة وبفهم دقيق جدا للواقع، هذه الرسالة التي أراد لها أن تكون موجهة للإعلام المصري والعربي في المستقبل، هي رسالة بناء، رسالة استقرار، رسالة أن يكون الغد أفضل من اليوم بما نفعله. الغد لن يكون أفضل من اليوم هكذا، وإنما عليك أنت وعليك أنت وعلى الجميع وعلي أنا أن نقوم بأدوارنا بكل مهنية، وأيضا أن نتشبث بكل مواضع الصلابة في حياتنا العربية وفي حضارتنا العربية، وأن لا نقوم في وسائل الإعلام بتقديم ما يؤدي إلى تمييع كل شيء صلب في حضارتنا وفي بنائنا الاجتماعي وبنائنا المعرفي وبنائنا السياسي والاستقرار. فهذه هي رسالة فخامة الرئيس، وهي رسالة كما ذكرت في عمق فعلا، يعني أتحدث بمسؤولية وأتحدث عن إدراك. رسالة فخامة الرئيس في قمة العمق وقمة الفهم لما ينبغي أن تكون عليه، ليس رسالة الإعلام فقط وإنما رسالة الإنسان. علي أن أكون كإنسان بناء، علي أن أكون كإنسان قائد لمجتمعي، ليكون المجتمع غدا في يوم الغد في حال أفضل وفي حال متقدم بإذن الله تعالى. الأمل فيكم في الشباب، الأمل أن ينتقل الإعلام إلى أجيال جديدة تستشعر هذه المسؤولية وتستشعر المسؤولية تجاه الإعلام وتجاه الوطن، والخير أراه في وجوهكم جميعا. نسأل الله التوفيق لكم ولمصر وللجميع العرب بإذن الله تعالى. شكرا.